أيها الإخوة الأحباب، نقف مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة، فالناس لا يعرفون من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون عن سيدنا أبي بكر الصديق إلا النادر اليسير، يعرفون أنه أول الخلفاء الراشدين ومن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبه في الغار، يعني حاجات بسيطه جدا عن سيدنا ابي بكر الصديق. الناس ايضا لا يعرفون عن سيدنا عمر بن الخطاب الا النادر اليسير، ويعني بعض القصص اليسيره التي تربط القلوب. لا يعرفون عن سيدنا عثمان بن عفان الا انه ثالث الخلفاء الراشدين وكان متزوج من بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرفون عن سيدنا علي بن ابي طالب غير انه رابع الخلفاء الراشدين وكان متزوج من السيده فاطمه الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، من ابو بكر وعمر. سئل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ساله ابنه محمد بن الحنفيه فقال: يا ابتي، من خير الناس؟ قال: ابو بكر. دليل بيقول سيدنا علي بن ابي طالب لما سأله ابنه محمد بن الحنفية قال: يا أبتي، من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قال: يا أبتي، من أشجع الناس؟ من أشجع الناس؟ قال: أبو بكر. يا أبتي، من أتقى الناس؟ قال: أبو بكر. يا أبتي، من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر. رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك سأشرع متوكل على الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الخلفاء الراشدين الأربعة ثم العشرة المبشرين بالجنة. اليوم نقف وقفة مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما اسمه؟ اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم قرشي تيمي. له كنية وله لقب، أما كنيته فأبي بكر الصديق. أبي بكر كنيته أبي بكر. طيب لقبه فكثير، لقب بالعتيق. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قابله ذات يوم فقال له: يا أبا بكر، أنت عتيق الله من النار. ولقب ايضا بالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل احد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان. اما النبي فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واما الصديق فابو بكر الصديق، واما الشهيدان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من رحلة الإسراء والمعراج فجاء يخبر الناس، فيعني لم يصدقه أحد، فسيدنا أبو بكر الصديق قال: إن قال ذلك فقد صدق. فقال له الناس: تصدقه؟ قال: أصدقه في الخبر من السماء، أفلا أصدقه في أقل من ذلك؟ إن قال ذلك فقد صدق. ولقب أيضا بالأتقى، لأن الآية في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى. أجمع المفسرين جمعا أن الأتقى المقصود في الآية هو سيدنا أبو بكر الصديق. أيضا لقب بالأواب، جاء في الطبقات أن إبراهيم النخعي قال: لقب أبو بكر الصديق بالأواب لرأفته ورحمته بالناس.
طيب أصحاب العقول البريضة يقولون لك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الضعفاء والمساكين ويعني الذين لا مأوى لهم. سيدنا أبو بكر الصديق كان من أشراف الناس نسبا ومن أرفعهم مكانا وأعزهم قدرا، كان يعني من أشراف الناس، كان يتولى مهمة الأشناق. إيه هي الأشناق دي؟ الأشناق هي الديات والغرامات التي كانت تفرض على العرب، فكانوا لا يصدقون أحد يأتيهم ويقولون له عليكم دية فلان، لا يصدقون إلا مين؟ إلا سيدنا أبو بكر الصديق كان يتولى مهمة الأشناق. العرب جاء الشرف فيهم إلى 10 رهط من 10 بطون، يعني كان فيهم الحسين بن العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وغيرهم، فكان سيدنا أبو بكر الصديق من أشراف الناس، من 10 أشراف العرب كان يتولى مهمة الأشناق. طيب أنا مش عايز أطول عليكم، هنذكر بس إيه وصف سيدنا أبو بكر الصديق. ما وصف سيدنا أبو بكر الصديق؟ كان طويل القامة، أبيض الوجه، أجنب. يعني إيه أجنب؟ يعني منحني الظهر، منحني الظهر، خفيف العوارض، يعني ليس له لحية في جانبيه، إنما إيه لحيته إيه؟ نزل الأسفل، كان يحني لحيته، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يعني الجبهة، يعني جبهته كالعنبرة، غائر العينين، عينه داخلة لجوة، مع عروق الجبهة، يعني العروق بتاعت وجهه ظهر من قلة اللحم التي على وجهه، فالعروق ايه؟ ظهر، لكن الجبهة، يعني الجبهة بتاعته طالعة لقدام، طالعة كده يعني ظهر داخل، عالي الأشجاع، عالي الأشجاع يعني ايه؟ يعني عظيم المفاصل، المفاصل بتاعته عريضة شوية من شدة لحافته، فتلاقي المفاصل ظهر، يعني تخيل لما تبقى راجل كبير في السن مثلا تبقى ركبته مثلا ايه؟ ظهر شوية، لكن ايه؟ اللحم بتاعه ايه؟ قليل، فايه؟ المفاصل ظهر. كان سيدنا أبو بكر عالي الأشجاع، كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام سيدنا أبو بكر لقصة طويلة يعني أؤجلها للقاء القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم قوم الولاية الإسلامية، اللهم اجعل مصر أمنا آمنا سخاء رخاء، وسائر دول بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واشكركم على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم.